الحقيقة أينما جلست تجد الناس يعجبون من نماذج بشرية بعيدة عن أن تكون من بني البشر. من هذا المنطلق أخرج الإمام الترمذي في باب الفتن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يختلون أي يأخذون الدنيا باسم الدين، يتاجرون بالدين، يحققون مصالحهم بالدين، لأن الدين يغدو في آخر الزمان الورقة الرابحة بأيدي الناس، لأن كل النظم الوضعية سقطت ولم تحقق للإنسان أهدافه إطلاقاً. لا الأنظمة الشرقية التي تقدس المجموع، ولا الأنظمة الغربية التي تقدس الفرد، لا الأنظمة التي انقطعت عن وحي السماء إطلاقاً، ولا الأنظمة التي شوهت وحي السماء. كل نظام وضعي أصبح في الوحل، لأنه لم يحقق للإنسان سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولم يبق إلا الدين في الساحة. وهذه الهجمة الشرسة التي تسمعون بها وترونها في القارات الخمس على هذا الدين العظيم، لأنه أمل البشر جميعاً، هو الأمل الذي يقف في وجه أهل الكفر والطغيان. فلذلك يمكن أن يأتي المنافقون ويستغلوا الدين ويلعبوا بأوراقه ويختلوا الدنيا بالدين، أي ينهبون الدنيا باسم الدين. يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين. نعومة ما بعدها نعومة، كلام أحلى من العسل، فإذا رأيت أفعالهم فهي أشد من الصبر. هذا الموقف المتناقض، ألم يقل عليه الصلاة والسلام ويحدثنا عن أشراط الساعة، يحدثنا عن الأعور الدجال؟ وبصرف النظر عن أن لهذا الشرط شخص معين، وقد يكون الأعور الدجال شخص معين يأتي في آخر الزمان، لكن هذا لا يمنع أن نفهم الأعور الدجال على أنه نموذج متكرر في آخر الزمان. هذا النموذج الذي يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، يرى المادة ولا يرى الروح، يرى المال ولا يرى القيم، يرى الحاجات ولا يرى المثل. إنسان مادي شبيه بالبهيمة، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، شبيه بالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة، شبيه بالذي حمل التوراة ثم لم يحمله فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبيه بالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذا النموذج الذي ترونه كل يوم، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب، لا ترتاح لهم، يبتسمون في وجهك، يصافحونك بحرارة، يعبرون عن أشواقهم إليك، لكنك لا ترتاح لهم، تخاف منهم مع دماستهم ومع لطفهم ومع نعومتهم. ترون أنتم كيف أن الطغاة في العالم يبيدون شعوباً بأكملها، فإذا رأوا طفلاً في احتفال حمله وقبله،
أحد زعماء العالم الغربي أباد شعوبا بأكملها، صور وهو يمشي في الطريق فإذا بكلب صغير يحمله ويقبله، ما أرق قلبه، يقبل كلبا ويذبح أمة. هذا النموذج المتناقض، شخصية عجيبة، تلبس للناس ما يرضيهم. يقام في رمضان مآدب إفطار في عاد الثانية تكريما للمسلمين، والمسلمون يذبحون في كل مكان بتخطيط من عاد الثانية ومن وحيد القرن. أيها الإخوة، يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون، غرهم حلمي، غرهم تأخير عقوبتي. أيها الإخوة الكرام، لأنك مخير يمكن أن تفعل السيئات إلى أمد طويل ولا ترى شيئاً. النبض 80، الضغط 8-12، تحليلات كلها طبيعية، قوي، ذكي، متمكن. الله عز وجل من سياسته أنه يرخي الحبل، لو شده لما كنت مخيراً. لأنك مخير لا بد من أن تأخذ أبعادك كلها، فقد تطيعه أمداً طويلاً ولا ترى شيئاً وأنت ضعيف مستضعف، وقد تعصيه أمداً طويلاً ولا ترى شيئاً وأنت قوي معزز مكرم. ولكن حينما يأتي العقاب ويأتي دفع الثمن، في ثانية واحدة تصبح في قبضة الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اعملوا ما شئتم. قلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت، حلف بذاته، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. عقابهم في الدنيا قبل الآخرة. لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. وهذا الذي تشاهدونه في العالم الغربي، قلق ما بعده قلق. يعني قناص واحد استطاع أن يعطل المدارس في أكبر ولاية في أمريكا 20 يوماً، ولأول مرة تستعين قوى الأمن بالبنتاغون لحل هذه المشكلة. فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. إن الله ذو انتقام شديد وإن بطش ربك لشديد. فهذا الذي يستخف بوعيد الله لا يعبأ بأن الله يعلم وبأن الله سيحاسب وبأن الله سيعاقب، لا يعبأ. تأتيه المصيبة. سمعت عن بلد إسلامي تفلت تفلتاً لا يوصف من منهج الله، غرق في المعاصي والآثام، فساق الله له زلزالاً. حدثني أحد الإخوة هناك أنه في صلاة الظهر لا تجد في حرم المساجد مكاناً لمصلي، صلى الناس في صحون المساجد من إقبال الناس على الدين عقب الزلزال، دمر 10,000 منزل بثواني معدودة. فالله عز وجل في أي لحظة يكون الكفر في قبضة الله، هو وتبجحاته واستعلاؤه وغطرسته وتحديه ورعونته. أعيد الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، أي يأخذون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل. يعني مرة دخلت إلى احتفال وأنا مضطر أن أغادره بعد ربع ساعة، فاستأذنت من عريفي الحفل فقال لي: الاحتفال يبدأ بقدومك وينتهي بخروجك منه، أنت الأصل. والله كلام أحلى من العسل. هناك شخص عنده قدرة على أن يسلب قلبك بلطفه، لكنك لا ترتاح له، تخاف منه، وتجد إنسان آخر مجاملاته ضعيفة جدا لكنك مطمئن له. فالمؤمن قد لا يحسن هذا النفاق العالي جدا لكنك ترتاح له، قيده الشرع، لن يغدر بك، لن يطعنك في الظهر، لن يمكر بك، هذا من علامات المؤمن أنك ترتاح له. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف المنافق بأن جاره لا يأمن بوائقه. أخ من أخواننا له بيت أرضي وله وجيبة داخلية، أراد أن يزوج ابنه، أنشأ حمام مترين بمتر في وجيبته الداخلية والبيت أرضي، ولا يمكن أن يؤذي أحدا، لا يحجب شمسا ولا يعيق رؤية، ومع ذلك جاء من هد له هذا البناء من الجيران. طيب ماذا فعل؟ لو أنه حجب الشمس كلام منطقي، لو أنه حجب الرؤية، لكن ما فعل شيئا في بيته ولتزويج ابنه. لذلك الناس متقاطعون، أن تعيش بين أناس منافقين دائما أنت قلق، لأن كل واحد منهم لغم لا تعلم متى ينفجر. أما المؤمن الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. قال له: والله إني لا أحبك. سيدنا عمر يبدو لإنسان منافق، فقال له هذا المنافق: أو يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال: لا والله لا أستطيع. قال: إنما يأسف على الحب النساء. منافق. أيها الإخوة، سيدنا عمر كان في أطراف المدينة ومعه عبد الرحمن بن عوف، رأوا قافلة فقال لعبد الرحمن بن عوف: تعال نحرس هذه القافلة لوجه الله. يبدو أن طفلا بكى، فقام عمر إلى أمه وقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى، فقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى، في الأمر ريبة، معنى ذلك أنها لا ترضعه، وغضب قال: لما لا ترضعيه؟ قالت له: وما شأنك بنا؟ شو دخلك أنت يعني؟ إنني أفطمه. قال: ولما؟ قال: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام، تعويض العائلي، لا يستحق عن الطفل إلا بعد الفطام. فضرب عمر جبهته وقال: ويلك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. وصلى صلاة الفجر فلم يستطع الصحابة أن يتفهموا قراءته من شدة بكائه، كان يقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها. المؤمن مقيد بألف قيد، يخاف أن يأكل حق إنسان، يخاف أن يظلم إنسانا، يخاف أن لا يعطي إنسانا حقه. أما الكافر ذنبه كالذبابة، أما المؤمن ذنبه كأنه جبل يخاف أن يقع عليه. إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل
وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة، أي لا أبلونهم بفتنة تدع الحليم منهم حيران، فبي يغترون أم علي يجترئون. أخطر شيء أن ترى أن الله يمدك بكل ما تشتهي وأنت تعصيه. أخطر شيء أن ترى أن الله يمدك بما تريد وأنت تعصيه. عندئذ فاحذره، إن بطش ربك لشديد، ويؤتى الحذر من مأمنه، ويمكن أن تنقلب الدنيا رأسا على عقب بثانية واحدة. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. بثانية واحدة شاب مستهتر بكل قيم الدين أتيح له أن يكون في الخليج، اشترى مركبة، وفي أول رحلة من دبي إلى أبي ظبي وقع بحادث، قطع عموده الفقري، فهو الآن مشلول في 26 من عمره. إن بطش ربك لشديد، لكنك إذا كنت في طاعة الله أنت في مظلة الله، أنت في حفظ الله، أنت في رعاية الله، فإنك بأعيننا. هذه الآية لرسول الله، ولكل مؤمن منها نصيب. يشعر المؤمن المستقيم أنه بعين الله، وأنه بحفظه ورعايته وتوفيقه، وأن الله لن يضيعه ولن يخذله ولن يسلمه ولن ينساه ولن يتره عمله. أيها الإخوة، نحن في آخر الزمان، وهذه الأحاديث تعيد لنا التوازن. في آخر الزمان إن رأيت إنسانا مستقيما محسنا يختل توازنه. أنت ألفت أن الناس أعداء، الناس يريدون أن يبتزوا مالك، أن يصعدوا على أكتافك، أن يأخذوا ما عندك، أن يضعوك في التعتيم وهم في الإضاءة. فالمؤمن هذا الحديث وهذا الحديث يطمئنه أن هذا الذي يجده في آخر الزمان شيء طبيعي جدا. هكذا الناس في آخر الزمان. لذلك عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لذلك فأووا إلى الكهف، كهفكم بيوتكم وكهفكم مسجدكم، ينشر لكم ربكم من رحمته. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا كنت محاطا بالمؤمنين ليسوا معصومين، ومع أنبياء أنت مع مؤمنين، تقول لي غلط معي تأخر ربع ساعة، ليسوا معصومين، لا يطعنونك في الظهر، لكنهم لا يغدرون بك، لكنهم لا يبتزون أموالك، لكنهم لا يسلموك لعدوك، لكنهم لا يشون بك إلى من لا تحب. في منطقة أمان كبيرة جدا في علاقتك بالمؤمنين. ومن أجمل ما في الدنيا أخ في الله، تحبه ويحبك، تنصحه وينصحك، تأخذ بيده إلى الله ويأخذ بيدك، تتفقده ويتفقدك، تقف معه ويقف معك، ولا يتأثر بعلوك في الأرض أم بوقوعك في حفرة، هو معك دائما. ليس معك ما دمت قويا. أكثر الناس، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عندهم ذهبوا، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، رأيت الناس انفض إلى من عنده فضة، يعني يقبلون على الغني والقوي ليأخذون منه، فإذا زويت الدنيا عنه تفرقوا عنه. والحمد لله رب العالمين.